طيب يا ابو سعد، احنا نبغاك تعطينا قصه ابن قنان القوادي اللي تكلم عن الملك عبد العزيز مباشره. طيب، هذا عبد الله بن قنان القوادي، يوم الزكاه ويوم جوه المزتيه وقالوا الويهي وقال السالحه بكره تبي تجيكم على الابراج حق الدواره مع الناس اللي يجوكم بكره. قالوا تركب تورنا هذا الحين، قال تجيكم بكره، قالت مرتبة التسعة ما ركبت الحين خليني اشوفها. رحت معهم ويوم جاء ما في الالم اللي كنا ارتفلي عليه والله ما يبفي. وهو قال ما في هذا ما يبفي لكن ما في الثاني. قال تلعب كلب ويحطونه يربطونه على ركع الدلول ويبري واحد يقوم ينصب فيه العصا. اي. تورينا راح ما في الالم الثاني يوم جاء الذي يبي قدامه. يوم توسط من البل اللي انا مطلق تحت هاك السرحه ويقوم مطلق ولده عندنا مطلق ولده عند البل بندقه في يده. يوم شافه قام من السرحه وهو ما واصلينها قريب هو يطن بصيح مطلق يا ولدي تكفى يا مطلق يا مطلق يا ولدي. قال ابشر والله يا سعدك مطلق. وهو يخاف شل مشط فيها ويتمطر له الدلول اللي هو مربط على وهو يضربها على ساقه راع الدلول يا ساقه قطعتين على غزال الشتات. قال بس يا مطرق يا مطرق يا مطرق بس يا مطرق. قال من احكام عبد العزيز والحكم حار. اي قال اني اذبح الرجل. قال من يخفرون هم ياخذون بعيرهم ويخفرون. اي. يوم حكم الحكم حار ذاك الحين عبد العزيز اول ما حكى. بس يا مطرق بس يا مطرق تك يا مطرق. ومطرق يرفعها. الخاتمة راحوا المزتية وقال نلتقيكم بكرة على الدوارة وهو يلد المطرق اشتالوا رفيتهم المكسور وراح قال والله اني اعجبك والله التقيك العقوبة يا كلب يا المدري ويش قال يا مطرق عقب راحوا من عنده عطني الدلول عطني الدلول وش بسوي ابوي قال عطني الدلول ويطمر عليها وقال اركب وراي ويركبون على الدوفها على العرب وهو يحط اشتاد فوق من السرطان وحقبها وجود عليها وينبزها وحتى يقولون سنها يقمر يقولون المجزيل قال وين قال على عبد العزيز في الطائف في شبرة ما أدري وين في شبرة ما أدري من في الطائف أي في قصر شبرة الله خلني أجيه وعلمه بالقصة قدام يزورون على العمال تأخذ بعيرنا ونخفر وحط علينا عقوبة وينبزها ولده مطرق معه ويجونك يوم جوك عند الخدام ايوه الخدام يخلونه يدخل عليه قال انا عندي قصه وانا مظلوم وبدخل على عبد العزيز عيو هو يصيح يطني بصيح تكفى يا عبد العزيز تكفى يا اخو نور تكفى يا عبد العزيز يصيح وش ذا وش ذا خلوه يجي خلوه يجي خلوه يجي دخلوه وجاء جلس اها خير وش عندك؟ قال عندي العمال مزتي وجوني كذا وقصت عليها قصة وكذا 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 وحطوني على الدوفة الدلول واحد منهم والآخر يبيني عن ضروب العصا في ذا الحين ورفيها يضرب في بالخزرة يضرب في بالخزرة يباري يباري رفيته اللي أنا على ورثنهم محطني بالخزرة ورنا البلي الكل وأنا رايح أنا بوري مال وأقول بكرة تبي تجيكم إحنا بنجيكم أهلها فوق أو تشوفونا لكن عاد أخذين يشوشونا علشان عمال عبد العزيز وامر لازم ايه قال اهلك جاني بعد ذبحنا العمال تبع العمال بعد جاني تبعت تعلمني انك رميتهم وانك سويت ما سويت يقول عبد العزيز قال مطلق يا طويل العمر خلي بعطيك كلمتي احلم علي بعطيك كلمتي اسمح لي اعطيك كلمتي اسمح لي اعطيك كلمتي بس هم سووا اللي تسوي سووا بنا اللي تسوي له وتقطعوا رؤوسنا الحين بس كلمتين بعطيك اياها قال طيب هذا وش عندك؟ قال سالك بالله سيالة الذمة لو ان ابوك مربوط على الدلول ويطق فيه ويصيح ويقول تكفى يا عبد العزيز تكفى يا عبد العزيز يا ولدي انت ما تفتكه ولا تخليه يذبح ولا يسوى باللي يسوي تفتكه يقول تكفى يا عبد العزيز تكفى يا عبد العزيز ابوه يقول تكفى يا مطرق يا ولدي يقول هو ينبخ ويدنت
قال سلم سلم تسلمك الله، سلم تسلمك الله. عقب ما كان غضبان ويقول أترك رامن العمال ومكسرهم وجاني بعد تشتكي. الله يوم قال لها مطرق الكلام هذا اليوم يوم دخلها الكلام ودخلتها الرحمة. هو عاد سالك، قال سالك والله سيالة الدنيا يوم تواجه ربك لو إنه أبوك ويقول تكفى يا عبد العزيز، تكفى يا عبد العزيز خليه. لو عاد يوم دخلتها الرحمة وعرف الحق وهو يقاويهم وهو يزهبهم وهو يكرمهم وهو يكتب لهم ورقة، ورقة يكتبها لهم قالها تروحون بها وتعطونها الأمير، أمير المزتي، المزتي هلهم أمير أي. تعطيها أمير المزتي وتروح ما يلحق شيء تروح مسالمة. وليها زيد رد له نشيدة، أنت عبد الله بن قنا، أنت عبد الله بن قنا، زيد رد له نشيدة وطرع عليه ويتقهوه وجالس عند عبد العزيز أنه يردها عند عبد العزيز أي. هو رادها قبل من أول مغارفة في شعبان ورادها، والحين يوم فرح يوم أن عبد العزيز فكهم وسمح عليهم وانبسط وقعد يتقهوى وقال أجيب النشيدة للحين قدام عبد العزيز. ويقول عاد هو يغني في بابه يقول جرمية من معسات العراضي حمم من زريها وحرش نبارها يا طول ما عديت لها في المراتي ورعبها الزفرة وصايد نظارها ترعب أخو نوره مرول مغاليب اللي حكم من بره لي بحارها ما زال حي عندها لها تعاجيب ومات ما أدري وش عقايب شهارها مسخار تقر لها ناديب يوم ربي بعشبه عمرها عايتها يم عايدين الخراعيب يلي على عيد ضحية دحرها عاد تاليها ما عاد هي طمختها يوم يقول ترعب خنوره مرول مغاليب اللي حكم من برها اللي بحرها اي ما زال حي عندها لها تعاجيب ومات ما ادري وش عقايب شهرها لان خنوره يوم بجح بالنشيده اي نعم وبجح وانبسط معهم نعم وقال الاخويا ذهبوهم والورقة حاك إياها ورح توكل يا عبد الله بن قنا أي. القوادي رح توكل على الله سلمت ولا عليك خلاف ونعم والله في أهل الشرف الله ونعم والله في أهل الشرف خيات الشرف نعم. أي والله والله أهل الشرف زانت علومك أهل الشرف ابن قنا وولده مطرق وحباب ابن زنيفر والرجال اللي أنا عرفتهم كلبهم الرجال الطيبين والشرف معهم يوم تطب على الشعيب من هي تقابس مثل النجوم تباق تقابس الحين الشرف الأول ولا الأول راحت مع أهلها ما عاد أشوف الشرف وبعد القواد الأولي راحت مع أهلها مع الرجال الطيبين اللي يحبون القريب والبعيد ورجال طيبين زانت علومك أبو سعد ومشكور